الاعلام والخارجيه الضيوف وكذلك كل غيورين على النادي. التقرير المالي للمكتب الموسسي لفريقكم مراكشي لكره القدم للفتره الممتده من 11 يوليوز الى غايه 9 نوفمبر 2020. الاخوان التقرير ديال مدقق الحسابات كان فيه فتره تتسالي في 30 جوان وفتره كتسالي في 9 نوفمبر. بلغت مداخيل الفريق خلال هذه الفتره 17 مليون ديال الدرهم، 17 مليون و 261 756 مليون درهم. هذا المبلغ ديال المداخيل الاجماليه ماشي الصافيه، بمعنى جول التطعيم. اللاعبين 4 مليون و 800، مداخيل مركز التكوين 150,000 درهم، مداخيل الاشهار 750,000 درهم، مساعدات المكتب المديري 600,000 درهم، مساعدات المجلس الجماعي 1,500,000 درهم، مساعدات الجامعه الملكيه. يعني التذكير في هذا التقرير المالي داخل فيه ملي فوتوا الكره النسويه المديريه، تصل مديريات الفريق الى 40 مليون درهم. وان هذه هي اللائحه اللي تقدمت لتسيير شؤون فريق الكوكب المراكشي. اعتقد بالاجماع اذا سمحتوا ياك. اتقدم انا السيد رضوان حانيش رئيس المكتب المديري الجديد لجمعيه كوكب الرياضي المراكشي لكره القدم، أصالة عني ونيابة عن جميع أعضاء المكتب المديري المنتخب، بالشكر الجزيل لكل منخرطي الفريق على مساهمتهم، وأدعو جميع جماهير فريقنا بمراكش وخارجها في باقي الدول لدعم ومساندة الكوكب المراكشي حتى نحقق ما نصب له من خير لهذا الفريق الكبير. كما تشوف الجميع دابا راه انتخب الرئيس الجديد هو رضوان حانيش، حنا بنا الفرقه تزيد لقدام، حنا مع اشخاص، حنا مع نادي كوكب مراكشي، حنا ما ماشي مع الاشخاص، حنا مع نادي كوكب مراكشي تنمشيو في السراء والضراء مع الكوكب فين ما ارتحل. ودابا تنقولوا للسيد الرئيس مسيره موفقه في هذا دابا واش اتجاه جهنم ماشي كوكب راه بحال جهنم. التحديات راه عرفتوا المشاكل الكبيره اللي كاينه ضروب في الكوكب، وهو ما عندناش الحق التعاقدات، هذاك هو التحدي الاول. حيت خاصنا نبنيو الفرقة، فهمتي، خاصنا نحلوا المشاكل كما قلت الإخوان ديال الفيفا وديال الجامعة ديال التعاقدات، باش يمكننا نتعاقدوا مع لعابة وتبدا الطريق إن شاء الله في الصواب إن شاء الله ديال الفريق. غنبداو بالأولويات هذا سميتو اللي هما الفيفا، ومن بعد غنشوفوا سميتو غنشوفوا حنا المستشارين. عندنا عندي الناس مستشارين كاينين، هذا دابا نعلن عليهم إن شاء الله اللي غنبقاو حنا داك الشيء دقة دقة.